مرحبا متابعاتي، شو اخباركم؟ طبعا اليوم ان شاء الله نتكلم عن موضوع جدا مهم. طبعا هو ليش تكلمت عن هذا الموضوع؟ لانه تقريبا 50% من متم مراجعاتي في العياده يشتكون من نفس الموضوع اللي هي المثانه العصبيه. بشرح لكم وش المثانه العصبيه وكيف نعالجها. تقدرين تعالجينها انت، ما يحتاج تروحين لا تجين. يعني المثانه العصبيه بقول لكم كيف علاجها، لانها علاجها ما تتعالج بجراحة أبداً، وكيف تشخصينها. فطبعاً إيش هي المثانة العصبية؟ طبعاً الأكثر شيء طبعاً تجين المريضة في العيادة تشتكي، تقول دكتورة، يعني الكلمة العامية، ما أقدر الله يكرمكم أمسك البول. كيف ما تقدر تمسك البول؟ إنه مثلاً لو تشرب موية، مثلاً كاس موية، على طول تروح الحمام. سرعة التبول عندها، كثرة التبول، ممكن تتبول قبل ما توصل للحمام، شو اسمه، وخاصة تجي في فترة الليل. هذه حنا نسميها مثانة عصبية. طبعا احنا نعرف انه المثانة سلس البول عندنا نوعين، اللي هو المثانة العصبية الجهدي والعصبي. الجهدي هذا امره سهل جدا، اللي هو عادة له علاقة بنزول مثلا المثانة، نزول المستقيم، الهبوط، يعني له علاقة بالهبوط ويتعالج جراحيا. لازم تروحين الدكتورة تفحصين وتحدد لك وين سبب الهبوط، وش سبب الهبوط، وش سبب اللي هو سلس البول الجهدي. سلس البول الجهدي جدا موضوع جدا سهل ويتعالج جراحيا، بس عندنا مشكلة في سلس البول العصبي، اللي زي ما قلنا اللي هو الدكتورة تجي تقول لك انه الدكتورة ما اقدر امسك البول. طبعا هذا ما اقول لكم، طبعا 50% من المراجعات عندي في العيادة عندهم نفس هذه الشكوى، وفي أعمار مختلفة، في إعلاء أعمار مختلفة، ما له عمر محدد، بس طبعا هذه أكثر شيء تجي في الأعمار الكبيرة. طبعا إيش سببها؟ إيش هي أصلا المثانة العصبية؟ المثانة العصبية عندك اللي هو طبعا المثانة تتكون من عضلات اللي يسمونها سموث ماسل. العضلات هذه تغذيها أعصاب، نوعين من الأعصاب اللي هو الأعصاب، نوع اللي هو يكون مرخي لأعصاب المثانة، وفي عندك نوع يكون قابض الأعصاب المثانة. اللي عنده مثانة عصبية يكون عندهم زيادة في نشاط الأعصاب القابضة، فما تقدر المريضة تتحمل أي نقطة، أو تشرب موية لو يصير في أي نقطة مثلا بول في نفس المثانة، على طول يصير في انقباضات وإرسالات عصبية من المخ للمثانة، تعطي إحساس في التبول. حتى تقول بعض الأحيان في إحساس أروح مثلا أتبول أرجع، ما يعني في على طول إلحاح، يسمونها المثانة الإلحاحية والمثانة العصبية. خلاص. طيب عن طبعا إيش أسبابها؟ زي ما قلنا طبعا الأسباب هي، طب إيش أسباب المثانة العصبية؟ لها أسباب كثيرة. طبعا أكثر شيء تجي مع الناس اللي عندهم ضغط، اللي عندهم سكر، لنا بعض الأحيان أكثر شيء زي ما قلنا تجي في الأعمار الكبيرة، طبعا اللي يأخذون أدوية الضغط، مدرات البول. وأكثر شيء تجي للناس اللي عندهم سكر، خاصة لما يكون في عدم طبعا السكر، خاصة لما يكون غير منتظم، لأننا نعرف أنه حنا السكر يعمل إضرار للبول، تلف أعصاب المثانة أو ضعف أعصاب المثانة مع الوقت لمرضى السكر، لأنه تعتبر أعصاب المثانة زي أعصاب أي أعصاب موجودة في الجسم، فتتلف أعصاب المثانة فتعمل مثانة عصبية. كذلك اللي عندهم الحالات، اللي عنده مثلا المشاكل النفسية تجي عادة مع التوتر، مع الأعمار الصغيرة مثلا أكثر شيء تجي، اللي عندهم الناس اللي يعانون من التوتر، من القلق، لأنها هي جزء من الأعصاب الجسم، فأكثر شيء تجي مع ناس اللي يشتكون من التوتر ومن القلق. ودائما اللي عندهم مثانة عصبية نلاحظ عندهم يجي صداع نصفي، يكون عندهم معظمهم يكون عندهم قولون عصبي. فهذه لها أسباب كثيرة. طيب كيف نشخصها؟ طبعا المثانة العصبية تشخيصها عادة لما تروحين للمستشفيات أو المراكز الطبية يقول لك اعملي اختبار. طبعا أي سلس بول يسوي لك هو الاختبار الديناميكية المثانة، اختبار ديناميكية المثانة، بس عشان طبعا يعبون لك المثانة بول، وبعدين بيشوفون كيف انقباضات العضلات حقتها، وترسم فيها خط بياني وما ادري ايش. بس في النهايه كل هذه الاختبارات عشان يقولون لك هل هي مثانة عصبيه ولا مثانة جهديه، فما نعد ما عاد صرنا نحتاج، يعني الدراسات الجديده الحين يقول لك ما عاد صرنا نحتاج انه احنا نستخدم اللي هو التشخيص المثانة الديناميكيه عشان نعرف هل هي مثانة عصبيه او مثانة جهديه. طبعا تتشخص من التاريخ المرض للمثانه.
للمريضة نفسها تقول لك مثلا العصبية اني اروح تكرار البول حمام شو اسمه اني ما اقدر امسك البول، خلاص هذه مثانة عصبية فما يحتاج ان نعمل هذه الاختبارات كلها. طيب طب كيف نعالجها؟ هي مشكلتها في علاجها. طبعا اول شيء ان اللي عنده مثانة عصبية اول شيء نحاول نبتعد عن الاسترس وعن الضغوطات النفسية لأن كلها تعمل مثانة عصبية. طبعا إذا كان عندنا مثلا نحاول نقلل من شرب الماء خاصة في فترات بالليل، مثلا نعمل تدريب المثانة، حنا نعمل ندرب المثانة كيف نحنا نوقف الإرسالات العصبية، وحين بعمل لكم بعلمكم كيف تعملون تدريب المثانة. طبعا الشيء الثاني طبعا هو نستخدم الأدوية العلاجية، تتعالج علاجيا بالأدوية، أدويتها جدا آمنة جدا، عبارة عن أدوية مرخية للأعصاب المثانة. هذه الأدوية ممكن تتاخذ وجدا آمنة، بس أهم شيء ما يستخدمونها ما خلاص. الحين نجي لعلاج المثانة العصبية. المثانة العصبية علاجها أول شيء زي ما قلنا طبعا نعالج أول شيء السبب، إذا كان عندنا مثلا ارتفاع في السكر، ننظم السكر. إذا كان عندك مثلا بعض الأحيان تكون استخدام أدوية الضغط فيها مدرات للبول، ممكن نغير الطبيب نفسه يغير لك نوع العلاج حق الضغط. الشيء الثاني طبعا نقلل من شرب الماء خاصة في فترات الليل، لأن أكثر شيء تزيد المثانة العصبية في فترة الليل. الشيء الثالث نعمل تدريب الأعصاب المثانة وبعلمكم الحين. الشيء الرابع زي ما قلنا اللي هو نستخدم مرخيات أعصاب المثانة. في علاجات كثيرة بكتب لكم واحد من أنواع العلاج، الحين بكتب لكم اياه ملخص كامل. طبعا هذا العلاج اهم شيء اذا تستخدمينه طبعا امن، اي احد يقدر يستخدمه من غير اي وصفه طبيه، بس اهم شيء ما يكون عندنا تستخدمين معاه علاج بعض العلاجات النفسيه، او يكون عندنا مشاكل في العين او جفاف في العين او في جلوكوما في العين او ارتفاع في ضغط العين، غير كذا يستخدم وجدا امن لكل الاعمار. طبعا اول شيء اللي هو طبعا اتكلم لكم كيف انا عملت ادرب المثانه. طبعا المثانه العصبيه بسبب اللي هو بزياده في ارسالات العصبيه من المخ للمثانه، فاعمل جدول بحيث انه الاول اسبوع الاول احط لي جدول. الجدول هذا اني كل ساعه مثلا اروح للحمام، بعد يوم كذا مثلا اول يومين مثلا احط لي جدول كل ساعه اروح الحمام حتى لو ما عندي بول. اليوم اللي بعده ابعد المسافه، تصير كل ساعتين أروح للحمام حتى لو ما فيني بول، ولو كان فيني بول أمسك لحد ما تيجي الساعتين هذه. اليوم اللي بعده مثلا يعني كل فترة بين فترة وفترة بين فترة وفترة نزيد المسافة بالساعات، يعني بعد مثلا 4 أيام نخلي كل 3 ساعات مثلا نروح الحمام، كل 4 ساعات بعدين بعد تدريج نخليها كل 4 ساعات تروح الحمام. طبعا لازم تروحين الحمام، يعني تروحين يعني حتى لو ما فيك بول تروحين، حتى لو كان عندك مثلا في رغبه في التبول تمسكينها. فهذه انك بعدين بين فترات اللي تروحين فيها الحمام، هذه احنا نسميها كيف احنا ندرب اعصاب المثانه. تحطي لها جدول مثلا اول اسبوع تروحين بعد كل ساعه، الاسبوع الثاني حسيت انك تحسنتي تروحين بعد 7 ساعتين، زي كذا تحطي لك جدول بالتدريج. بهذه الحاله نقدر ان احنا ندرب اعصاب المثانه، انه خلاص بعد لازم ندرب المثانه انها تمسك البول فترات طويله. خلاص هذا اول شيء. الشيء الثاني اللي هو طبعا العلاج بكتب لكم اياه. طبعا العلاج حق أعصاب المثانة طبعا لما نتكلم عن حاجة عصبية يعني دائمة إذا أخذنا العلاج. طبعا الكورس حق العلاج يستخدم 2 شهر، بعد 2 شهر نترك العلاج حترتاح عندنا وحترقي أعصاب المثانة 3-4 شهور، بعدين حترجع لأنه هذا عصبي ما يروح، فنرجع نستخدم الكورس. في كمان كثير استفادوا على المغنيسيوم، ممكن نستخدم معه المغنيسيوم. طبعا استخدم مغنيسيوم جلايسينيت 350 ملي جرام مع نفس هذا المرخي الاعصاب المثانه، جدا 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 رائع. خلاص قلنا كمان نستخدم معها ايش، ممكن نستخدم المغنيسيوم جدا رائع اللي عندهم مثانه عصبيه. وزي ما قلت لكم اللي عندهم مثانه عصبيه دائما عندهم صداع نصفي وعندهم قولون عصبي ومثانه عصبيه، دائما الثلاث اشياء تجي مع بعض، وعلاجهم كلهم الثلاثه مع بعض اللي هو المغنيسيوم. نستخدم المغنيسيوم 350 ملي جرام، انا افضل مغنيسيوم جلايسينيت جدا رائع 350 ملي جرام، امتصاصه جدا عالي وما في اي اثار جانبيه. المغنيسيوم نفس الشيء يرخي اعصاب المثانه، يحسن من الصداع النصفي ويحسن من القولون العصبي، وكثير استخدموه وكثير من المراجعات كتبت لهم المغنيسيوم جلايسينيت تحسنوا جدا خاصه اللي عندهم المثانه العصبيه. تمارين قاع الحوض خاصه التمرين الثالث جدا مفيد للمثانه.
العصبية. خلاص، إذا أول شيء نعمل تدريب بالمثانة، نبتعد طبعا عن مدرات البول، الكافي، القهوة، هذه كلها مدرات للبول، تزود من المثانة العصبية، نبتعد عن الاسترس، إذا كان عندنا ضغط سكر ننظم السكر، مرخي أعصاب المثانة، وبعدين عندنا اللي هو المغنيسيوم والجلايسينيا. طبعا هذه كلها بكتب لكم إياها مكتوبة بالترتيب. خلاص، أي واحدة عندها مثانة عصبية تتبع هذه الخطوات، ما في أحد راح يعطيك علاج غير هذا العلاج، لأنه 30 يعني أقول لكم 50% من مراجعات العيادة عندي بس من المثانة العصبية، بس تروح تجي على الفاضي. فخلاص أكتب لكم إياه، اللي عندها الأعراض هذه تستخدمها وبس تريح راسها. بعد تدور في المستشفيات وديناميكية واختبارات وتحاليل بول، وفي النهاية عشان يقولون لك إنها مثانة عصبية. هذه لازم تفهمون وش هي المثانة العصبية. تمارين قاع الحوض في كثير استفادوا، أنا استغربت ليش كثير استفادوا، على تحسنت عندهم المثانة العصبية بنسبة 90%. طب إيش لو إحنا تركنا المثانة العصبية ما عالجناها، إيش اللي حيصير مع الوقت؟ طبعا أكثر ناس اللي يجيهم مثانة عصبية هم أكثر ناس مع تقدم العمر يصير عندهم عدم تحكم في البول، هذه مشكلتها. مع تقدم العمر إذا أهملتيها يصير عندك مثلا من سمعك 50 60، يصير عندك عدم تحكم كامل في البول، هذه مشكلتها. فنحرص على علاجها، وعلاجها جدا سهل، وزي ما قلت لكم وإن شاء الله بإذن الله أنا بحاول أكتب لكم إياها كاملة، تدريب المثانة، المغنيسيوم، والفيزيكير، أو اللي هو أفضل نوع طبعا من المرخيات أعصاب المثانة هو الفيزيكير. ممكن يستخدم، في ناس يستفيدون عليه يستخدمون شهرين ترجع لهم ويكملوا على المغنيسيوم، ومع تمارين قاع الحوض، ومع طبعا تاخذ الاشياء الثانيه اللي هي الاحتياطات الثانيه مع تدريب المثانه جدا يتحسنون. بس هذا كله المثانه العصبيه. في شيء جدا مهم بنبهكم فيه، اللي هو المثانه العصبيه ما تتعالج جراحيا، انتبهوا. الرفع المثانه او اي شيء يضغط ضغط على المثانه، كان شد او شريط او شيء، راح يزود وراح يسوئ الحاله للمثانه العصبيه، حتكون أسوأ بكثير. فالمثانه العصبيه ما تتعالج جراحيا، بس هذه لها خطوات اللي نزلت لكم اياها فقط.